قناة قوية جدا تعود للعمل بامتياز، تعود للعمل بقوة وبحلة جديدة. إدارة القناة تعد بالكثير، سأقدم لكم تردد القناة وأيضا سأقدم لكم ترددات بعض من القنوات التي ستعود للعمل وكذلك القنوات الجديدة. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذا أحبائي لن أطيل عليكم، مرحبا بالجميع في كل مكان من الوطن العربي. سأقدم لكم عودة قناة قوية جدا. أنا أحب كثيرا هذا النوع من القنوات التي تكون فيها مسلسلات أو أفلام أجنبية أو أفلام عربية وتبث بفواصل إعلانية قليلة جدا. إذا أحبائي سأقدم لكم التردد من القائمة الرئيسية من نيو، ثم قائمة تيبي، ثم نضيف التردد 10815 معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي H. أطمن جميع المتابعين الأوفياء الذين يستخدمون هذا التردد أن التردد فيه خلل. هذه الأيام تظهر إشارة التردد ثم تختفي، ذلك بسبب خلل من إدارة النايلسات وليس من القنوات وليس من الريسيفر أو من الصحن. إذن أحبائي هذا التردد أحبائي ستعود عليه القناة القوية، قناة 12 العراقية التي تبث مسلسلات تركية ومصرية وكذلك مسلسلات عراقية. القناة رائعة جدا بامتياز. أيضا على نفس التردد ستفتتح قناة العتاولة سينما برامجها، تبدأ برامجها أفلام عربية وكذلك عودة قنوات كثيرة. كذلك أحبائي ظهور قناة جديدة عرب دراما على تردد 10873 معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي رأسي V أو V. هذا التردد أحبائي تظهر عليه قناة عرب دراما مكان قناة دراما ميكس، القناة مختصة في المسلسلات التركية. هذه الأيام قنوات كثيرة تبدأ برامجها كلها مختصة في المسلسلات. أرجو أن أكون عند حسن ظنكم أحبائي، وأرجو أن ألقاكم دائما وأنتم بخير. شكرا لكل من يتابعوني ويشجعوني ويدعموني. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.